اسمي مصطفى نعيم، اسمي الفني ميشو، عمري 23 سنة، دارس هندسة إلكترونيات. طبعا اشتغلت بمجال شهادتي فترة معينة، بعدين اتطرقت لمجال الفن بصراحة لأنه ما دخلت راسي كتير المجال الهندسة، فكنت بحب الفن أكثر وميولي للفن أكثر، فبلشت بمجال الفن ومن أنا تقريبا عمري 7 سنوات. بلشت معي كهواية، أول إشي كانت كهواية من خلال والدي ومدربي هو بنفس الوقت، لاحظت عليه حركات معينة حلوة عجبتني، كنت أخذها أطور عليها أهتم فيها. بعدين بلشت بعد دراستي، ما خليت أتأثر على دراستي، خلصت دراستي مباشرة، بعدين مباشرة بلشت فيها كفن وكشغل وكأداء كامل. بلشت بأكثر من هواية، كان معي اللي هي الغناء، كان معي إلقاء الشعر، بحاول ألقيه بأكثر من نبرة وأكثر من طريقة، بالإضافة كان هوايات تانية كرسم كاريكاتير، بالإضافة كمان اللي هي العروض السحرية، بس أنا استهوتني العروض السحرية أكثر لأنها نوع مبهر يعني من الخداع. كانوا يعلنوا عن البرنامج، برنامج نجم الأردن، برنامج نجم الأردن، وإحنا من متابعين برنامج كرفان، فحتى برنامج كرفان كان برضو يعطوا عنه إنه في برنامج نجم الأردن وراح مواهب، فأنا رحنا سجلنا طبعاً زينا زي أي شخص موجود، رحنا على شارع مكة. حياتنا هاي منورين. هلا هلا حبيبي، كيفك شخبارك؟ بداية بصراحة كنا مترددين، كان في نوع من التوتر، مش توتر إنه خايف أو شيء معين، كان توتر إنه البرنامج تعرف حكي الناس وكذا مش قوي وفي كذا، وكان في لكم يعني مش لرؤية قنوات تانية، وكان في برامج تانية فكانت برضو ضعيفة شوي، فالكل كان متوقع إنه نفس الفكرة أو نفس الأداء أو نفس البرنامج، فلا اتضح لنا بعد ما شاركنا بالبرنامج وبعد ما شفنا الأداء وبعد ما شفنا التعاون الضخم وبعد ما شفنا كمان التحضير الضخم كمان للبرنامج، فالحمد لله يعني شكرت ربي إن أنا شاركت معاكم بالبرنامج، وبصراحة شهرة حلوة كتير. مساء الخير لكل اللي بتابعوا رؤيا من كل مكان، حلقه جديده، معنويات عاليه ومعنويات حلوه. طبعا انا في البدايه كالبرنامج كان بالنسبه لي صعوبه بالدقيقتين اللي كانوا معطينا اياهم، يعني بصراحه انا العرض تبعي طويل، فكنت شو متخيل او شو مفكر شو بدي اعمل بالدقيقتين اللي بيعطونا اياهم، فبشكل عام نسقنا شو معين وقدمنا البرنامج. كان توتري بشكل عام هو مش من الشو او من الحضور او من الجمهور او من انه من اول 60 ثانيه او كذا، كان توتري انه يخلص الوقت او الدقيقتين وانا ما اكون مخلص الفقرات اللي معي. متسابق جديد وموهبه جديده على مسرح نجم الاردن ميشو الساحر، مهارته اكتسبها من والده واتخذها مهنه بالحياه.
نجيب هاي هلا هيها فاضية وراح نلفها زي هيك نسكرها زي هيك هلا والإشي الطبيعي زي ما قلنا إنه نجيب الكاسة نحطها هيك ونإيش ندير الكولا بس هلا راح نسوي إشي تاني هاي المرة راح نحط الكولا هون شوي وراح نشيل الكاسة نخليها برا وهاي المرة راح ندير جوا نجم الأردن هنشوف شو عاد راح تنزل من تحت ما بعرف حط إيديك احتياط أيوة احتياط 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 أوكي هاي كمان شوي عشان على الكاميرا هي عن جد أوبس أيوة هلا بعد ما عملنا زي هيك هلا أوب هي هي عاد تنزل كولا لا 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 خلينا نلحق بسرعة نحط الكاسة هلا إنه حطينا الكاسة هيك مباشرة راح نشوف إنه كل الكولا صارت جوا الكاسة وفي كولا عايدي كمان في كولا عايدي كمان دليل إنه عن جد كان يصب كولا الموهبة الغنائية والموهبة الأخرى اللي راح يضلوا معنا بنجم الأردن ويتأهلوا للنهائيات هم بلال عبيد وميشو ألف مبروك ألف مبروك لبلال عبيد ولميشو أكيد بيستحقوا وانتوا استنونها الأسبوع طبعا هاي فرحة لا توصف يعني فأي شخص بحب يكون مكاني لأنه النجاح دائما بأي شيء هو رائع فزي ما بيحكوها أحلى فرحة للشخص اللي هي النجاح بأي شيء كان طبعا المرحلة الجاية هلا بدها تكون إشي أقوى لأنه بتعرفي هلا الناس وثقت فينا وصوتت لي لأكون أنا معاهم بالمرحلة الثانية فزي ما وثقوا فيي لازم أقدم لهم شيء حلو فإن شاء الله الفقرة الثانية راح تكون معي إشي أقوى راح يكون عبارة عن إشي مبهر بحيث إنه أنا بطلع على المسرح ما معي ولا شيء وفجأة بتفاجأ وفي كتير شغلات معي على المسرح ما راح أوضح أكثر خليها تكون لهم مفاجأة وإن شاء الله بتمنى منكم تصويت رائع زي ما صوتونا أول مرة والحمد لله يعني حبايبنا كتار ولاحظت هذا الحكي من خلال التصويت وأنا هاي كانت إلي فرحتين بالنسبة إلي إنه نجحت في البرنامج واكتشفت إنه في إلي محبين كتار فالحمد لله